Hello, doctors. Today we're talking about uh, aesthetic principles and how we start our aesthetic cases with Native Centrics with Dr. Noor. رح نبدا هلا اليوم نعرف if the patient come to our clinic how we start the aesthetic cases طبعا اول شيء we have to, to start with patients and ask the patient some questions related to his smile analysis نحاول نعرف منه انه هو الديزاير تبعيته ليش هو اصلا حابب انه يغير بابتسامته ولوين بده يوصل نفهم our patient's needs so before starting try to listen to your patients carefully اوكي حاولوا انكم تسمعوا لمريضكم بكل الديتيلز اللي عم يحاول يوصلكم اياها وبكل التجارب اللي مرق فيها بالدنتال كلينكس بيفور وبكل الاكسبيرينس اللي اللي هي هلا صايره معه لحتى تفهموا انتم شلون رح تبداوا وعلى اي اساس انتم أه لازم أه توصلوا مع البيشنت لما نسمع لمريضنا بنقدر نتوقع الشيء اللي رح نوصل له اوكي من خلال شويه ايفالويشن بنعملها ما بيننا وما بين البيشنت بنسأله شويه اسئله اولا شو الاشياء اللي بتزعجك بابتسامتك ليش انت عم بتجرب تغير ابتسامتك؟ هل انت بتسمح لانك تغير الشكل واللون؟ شو اكثر سن زعجك بالمجموعه؟ هل بتحس انه مثلا اذا كان عم يحكي اسناني بارزه؟ حاولوا تدوروا وين البروز اللي موجود بالابتسامه وهو عم يحكي معكم، هل بتشعروا انه الانياب بس هي لحالها بارزه ولا كل الابتسامه بارزه؟ هل بتلاحظ انه بروفايلك الجانبي بارز؟ يعني جربوا خذوا شوية معلومات قبل ما تشيكوا على البيشنت هو قاعد عم يحكي معكم. هي الطريقة انكم تسمعوا المريض وانكم تاخذوا وتعطوا معه وتعرفوا هو وظيفته وشو بيشتغل كثير مهمه لانكم تقدروا تعملوا ايفالويشن صح وانكم تقدروا تكسبوا المريض وتاخذوا التريست بشكل مزبوط لانه بصير هو مرتاح لانه هو قادرين يعرف انه هذا الطبيب عم يسمعني وبالتالي قادر انه هو يفهم مشكلتي ورح يوصل معي للحل من خلال التقييم الصحيح بعدين نصيحه صغيره وسر صغير لحتى تقدروا تكسبوا المريض من الجلسه الاولى حاولوا انكم بعد ما تسمعوه بعنايه وتفهموا هو شو بده حاولوا انكم تركزوا انكم تعطوه التريتمنت بلان بشكل مختصر وتفهموا طريقتكم بالشغل تعطوه التوقع اللي انتم شايفينه بالحاله بدون ما تعلوا سقف توقعات البيشنت غلط كثير كبير انكم تعتبروا حالكم انه ايه وحالتك عندي وانا رح حللك المشكله ورح وصلك لاحسن شيء، لا حاولوا انكم تكونوا منطقيين، واقعيين، عمليين وما تعلوا سقف التوقعات كثير كرمال ما ينصدم المريض بالنهايه بالنتيجه النهائيه، اعطوا للبيشنت البلان، التكاليف التقريبيه المتوقعه، التايم المتوقع لحتى لما تبداوا بالشغل يكون هو عارف وين رايح. كثير مهم انكم تكونوا واضحين ودقيقين وانتو عم تحكوا جربوا تكتبوا شوية بوينتس لحتى البيشنت يرجع لها لما يفكر وياخذ قرار انه رح يبدا عندك يكون عنده ورقة مرجعية لحتى لما يجي يناقشك بالبوينتس انت ما تكون نسيان وتكون حاضر بنفس الوقت للمعلومات اللي انت ذكرتلو اياها للمريض المتعلقة بحالته بشوفكم بفيديوز ثانية لحتى نعرف أكثر how to start our aesthetic cases